هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات وردود الافعال القويه والقويه جدا بعد فوز الاهلي بثلاثيه نظيفه امام ديما الغني في اولى مباريات دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بيبحث النادي الاهلي في الحفاظ على لقبه ال 11، يبقى اللقب ال 12 باذن الرحمن. لكن قبل ما اتكلم عن اي شيء، قول لي في الكومنتات من وجهه نظرك ايه رأيك في تصرف صلاح محسن، وكمان ما تنساش اللايك الجميل، وتعالى نروح على طول للعناوين ومنها الى التفاصيل. جنون وانفعال وائل جمعة ويفتح النار على صلاح محسن، سيف زاهر يهدد فتوح على الهوى، انفعال كولر في المؤتمر الصحفي، كهربا ولعها في ميت عقبة، وتناقض ايمن يونس. نروح على طول لأول فقرة معانا. عايز اشكر مقدم الاستوديو التحليلي في قنوات البي ان سبورتس الرياضية احمد فؤاد. الراجل في مقدمته للمباراة والتمهيد للمباراة اعطى الاهلي حقه كما يجب ان يكون. اتكلم عن النادي الاهلي بشكل محترم جدا، وقد ايه النادي الاهلي هو سيد القارة الافريقية، وان النادي الاهلي كبير افريقيا المتوج ب 11 نسخة و 11 لقب وحامل اللقب الاخير، وان النادي الاهلي بيستهل مشواره بمباراة ميدياما الغاني، وان الاهلي دايما تحت اي ظرف من الظروف لابد ان يكون المرشح الاول والاهم والابرز في اي بطولة، حتى لو كانت بطولة كأس العالم للاندية. عايز اقول خدعوك فقالوا إمام عاشور زعلان، إمام عاشور متضايق، إمام عاشور نفسه يرجع الزمالك تاني، إمام عاشور من صغره زملكاوي. بصوا يا جماعة، شوفوا فرحة إمام عاشور وحلاوة إمام عاشور مع الهدف الأول للمباراة ده. تحس إن إمام عاشور ده مواليد التتش، تحس إن إمام عاشور مواليد التتش. دي مش فرحة لعيب ندمان إنه راح النادي الأهلي، دي فرحة لعيب عايز يوصل رسالة لجماهير أحد الأندية: أنا هنا، أنا اتولدت هنا، أنا موجود هنا عشان أعمل تاريخ، أنا موجود هنا عشان أرد عليكم، أنا موجود هنا عشان أثبت نفسي. دي رسالة للمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا: العدل، العدل وعدم الظلم. مش معنى ان لاعب اشتكى في التدريب وكان عنده اصابة فانت تتسرع وتقول لي قرار تربوي لامام عاشور. اعتقد النهاردة امام عاشور الناس شافت قد ايه امام عاشور مظلوم، قد ايه امام عاشور لما الكرة بتروح له. يا جماعة، انت بتحب الكرة وهي في رجل امام عاشور، انت بتستمتع بالمباراة والكرة مع امام عاشور، كأن امام عاشور بيعزف سيمفونية منفردا، مفيش حد زيه في الملعب. امام عاشور هو اللاعب اللي ملوش مثيل، مش هقول ملوش بديل. في لعيبه حلوه في النادي الاهلي، وفي لعيبه عندها امكانيات ومواهب في النادي الاهلي، لكن اللي عند امام عاشور مش عند حد تاني. امام عاشور تحس ان في رسام بيرسم لوحه فنيه رائعه من الطراز الفريد. عشان كده امام عاشور وجوده في النادي الاهلي بيفرق جدا. وجود امام عاشور لمنتخب مصر مهم جدا في كأس الأمم الإفريقية. مارسيل كولر اتعصب جدا في المؤتمر الصحفي. يا جماعة، نفسي الجماعة الصحفيين في المؤتمر الصحفي، يعني اسأل في صلب الموضوع، اسأل في المباراة، لكن ما تحطش نفسك انت كمدير فني. يعني انت رايح تستفسر، انت رايح تستفسر، عندك نوع من الجهل او عدم المعرفة، فانت رايح تسأل المدير الفني انت عملت كده ليه وما عملتش كده ليه جوه المباراة مش بره المباراة. الفكرة بقى انك تسأل المدير الفني هو انت ليه ما بتغيرش بدري، انت مالك، انت مالك. يعني المدير الفني النهاردة انفعل جدا في المباراة، لهم يا جماعة خلاص شوفوا حضراتكم عايزين اغير امتى، ادوني ارقام تليفوناتكم ورنوا عليا ساعة الماتش، اكولار نزل فلان الفلاني في الماتش في الدقيقة الفلانية، حاضر. اكولار نزل علان العلاني واسحب ترتاني التد، حاضر. فالراجل قال لهم هاخد ارقامكم بعد المباراة عشان اتواصل معاكم في وقت المباراة، نبقى عاملين كده جروب واتس دردشة، وساعة الماتش اقعدوا قولوا لي بقى نغير الدقيقة كام ونطلع في الدقيقة كام ونعمل الدقيقة كام ونشوف التغييرات هتتعمل امتى وامتى.
اتمنى من مجموعه الصحفيين اللي بتحضر بالذات في يعني انا بحس دايما، معرفش انتوا تشاركوني في الراي ولا لا، بحس دايما ان الصحفيين اللي بيبقوا موجودين في المؤتمر الصحفي، ومش لازم يكونوا كلهم اهلاويه، خلي بالك ممكن يكون فيهم انتماءات تانية عادي، يعني بيبقى قاصد ومتعمد انه يستفز المدرب بتاع الاهلي. ده كان بيحصل ايام فايلر، ده كان بيحصل ايام مانويل جوزيه بالمناسبه، ده كان بيحصل ايام موسيماني، ده بيحصل دلوقتي مع مارسيل كولر. كابتن وائل جمعه كان منفعل جدا بين شوطي المباراه بالذات، وبعد المباراه كان زعلان على الاداء اللي ضاع في الشوط الاول منه في النادي الاهلي. قال ان النادي الاهلي لما يخسر بطولتين في اول الموسم ده مؤشر مش جيد، وان اللعيبه لازم تراجع نفسها، ودي حقيقه وما تزعلش، في لعيبه في النادي الاهلي محتاجه واقفه مع النفس، محتاجه تراجع نفسها بدل المره 2 و3. قال لك ممكن يكون حصل تشبع من الموسم اللي فات، وارد جدا في بعض اللعيبه اللي ما عندهاش طموح. الفوز بالبطولات دي حاجه جديده بالنسبه لها، مش متعودين مع الانديه اللي لعبوا معاها قبل كده على الفوز بالبطولات، فلما يكسب 5 بطولات في موسم واحد خلاص انا شبعت، انا عملت اللي كنت بحلم بيه، كسبت افريقيا، هلعب كاس عالم، كسبت دوري، كسبت خلاص كفايه بقى. ففي بعض اللعيبه حصل عندها تشبع، في بعض اللعيبه حصل عندها تشبع، قال لك محتاجين ان احنا نشحن تاني اللعيبه دي من جديد، ونبدا يعني نحط حوافز جديده ودوافع جديده للاعيبه النادي الاهلي، وان الاهلي لازم صورته وقوته تفضل زي ما هي، تعمل رهبه للمنافسين. بالنسبه للقطه بتاعه صلاح محسن، طبعا وائل جمعه انتقد صلاح محسن بشكل كبير جدا، وقال ان الاهلي بقى له فتره كبيره بيعاني من مشاكل في مركز الهجوم، وقال ان الاهلي صلاح محسن يوم ما يسجل يروح يعمل كده للجمهور، في حين ده الوقت اللي يقدر يكسب فيه ثقة الجمهور ويحاول يشتغل على نفسه اكتر واكتر. ودي لقطة استفزت وائل جمعة، وقال ان دي لقطة مستفزة جدا، يوم ما تجيلك الفرصة عشان تلعب تروح تعمل للجمهور كده، ده بيبين عقلية اللعب. ده بالنسبة لصورة صلاح محسن، عشان الناس اللي ما شافتهاش مع فرحة الهدف التالت، او ما كانوش مركزين مع فرحة الهدف التالت، صلاح محسن بعد ما جاب الجول عمل كده بقى لمين؟ عايز اقول البعض خدها على انها للجمهور، لكن انا هنا ما اقول لك الرأي والرأي الاخر. صلاح محسن بعد المباراة لما لقى الدنيا مقلوبة عليه والدنيا هيجي عليه، سواء كان جمهور على السوشيال ميديا او حتى الكابتن وائل جمعة اللي مسكوا نفضوا في الاستوديو التحليلي، قال لك لا انا مش قصدي على الجمهور، مين مجنون يعمل هس للنادي الاهلي او هش للنادي الاهلي، انا كنت بعمل كده لمجموعه من الصحفيين والنقاد اللي بيهاجموني بشكل دائم. اتمنى من صلاح محسن انه يركز في الملعب، جمهور الاهلي ما يتعملوش هس، جمهور الاهلي هو اللي بيعملك وبيعمل الف زيك. صلاح محسن في فترة من الفترات كان قيمته التسويقية وصلت ل 3 مليون دولار. صلاح محسن حاليا هو لاعب مهمش، لاعب مش موجود في النادي الأهلي، لاعب غير ذي قيمة في النادي الأهلي فنيا. مارسيل كولر في أكتر من مرة طلع قال إن صلاح محسن ما عندوش استيعاب لطريقة اللعب اللي أنا بلعبها. صلاح محسن مكبر دماغه، ما بحسش ان هو عنده روح في الملعب. عايز اقول لك ان النهارده صلاح محسن في دوري ابطال افريقيا لاول مره بيسجل في دوري ابطال افريقيا من سنه 2021. راح سيراميكا سنه، لكن كان قبل كده كان فين والنهارده كان فين؟ صلاح محسن لاول مره بيسجل مع النادي الاهلي منذ هدفه مع نادي الزمالك في 2022، يعني بنتكلم على سنه كامله و5 شهور او 4 شهور صلاح محسن لا يسجل اي اهداف مع النادي الاهلي، وكان نصها او اغلبها خارج النادي الاهلي. عايز اقول يا جماعه، كهربا كل جون بيجيبه كهربا ده بيعمل حاله من الهيجان والاكلان لدى البعض. كهربا كل ما بيجيب جون الواحد بيطير من الفرحه. ليه؟ لان الناس كلها رهنت ان كهربا هيتوقف،
وان كهربا ده من شهر يناير اللي فات، الواد الصحفي يايل اللي بيضحك على الزملكاويه وبيشتغلهم، قال لك كهربا هيتوقف، واحنا طلعنا بفضل الله. قلت لكم ايه؟ كلام واضح. احسن حاجه في الفيديوهات اللي على اليوتيوب ان الحاجه محفوظه، مش هقول كلام من شهرين وارجع اقول بعد شهرين ان الفيديوهات موجوده واقول عكس الكلام اللي كان موجود في الفيديوهات. لا، كلام كان واضح، كهربا مش هيدفع سنت واحد ومش هيتوقف، ومن ساعتها عينك ما تشوف الا النور. كهربا بيلعب بيلعب، كهربا بيسجل بيسجل، كهربا دفع لا، كهربا طلب تقسيط لا، كهربا عمل اي حاجه في اي حاجه كهربا ايدها حريقه، كهربا مولعها. اذا كانت الافراح والليالي الملاح في كل ارجاء الدنيا، فهناك حاله من الصياح والشياط لدى ابناء متعقبه مع كل جون بيجيبوا كهربا. كهربا مش هيتوقف لا بعد سنه ولا بعد اتنين ولا بعد تلاته، كهربا مش هيدفع ولا سنت لا بعد سنه ولا بعد اتنين ولا بعد تلاته، كهربا هيبطل كرة ومش هيدفع ولا مليم لنادي الزمالك. لأول مرة في التاريخ أشوف إعلامي من المفترض في قناة محايدة، أنتوا عارفين الكلام ده لو كانت قال في قناة الزمالك ما كنتش هزعل، ما كنتش هتضايق، عادي، ما قناة الزمالك، ما طبيعي إن قناة الزمالك تطلع تدافع عن نادي الزمالك، طبيعي قناة الزمالك تطلع تغسل أحمد فتوح كل يوم وتغسل كهربا كل يوم، لكن غير الطبيعي إن الأخ سيف زاهر اللي دايما بيعلمنا، أيوة يا جماعة إحنا بنتعلم من سيف زاهر مش عيب، سيف زاهر بيعلمنا دايما نبص في ورقتنا، يقول لك بص في ورقتك، هسحب منك الورقة وأكتب لك عليها غشاش، بص في ورقتك. سيف زاهر النهاردة طالع جهارا نهارا يهدد لاعب منتخب مصر احمد فتوح، ان قدامك حل من اتنين يا ابو حميد، خلي بالك الوتيره بدات تعلى، الوتيره بدات تعلى، قدامك حل من اتنين يا ابني، ده جايبها له بالمفتشر، اما انك توقع مع الزمالك وتجدد، ها دورها في دماغك وسيبك من الاهلي اللي بيلعب في دماغك، وإما أنك مش هتلعب مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. وأقرب طريق ليك خدها من أخوك سيف، أقرب طريق ليك أنك تجدد عشان تلعب. تخيلوا يا جماعة لو سيف زاهر ده كان قال الموضوع على النقيض للنادي الأهلي، قال مثلا عبد المنعم قدامك حل من اتنين، يتجدد للأهلي يا مش هتلعب كأس الأمم الأفريقية، يا ده يا دقي، يا ده يا دقي على قرعة بنت أختي، ده كان هيطلع يقولوا كم مؤامرات، يا نهار أبيض، كان هيقول لك الدولة وإعلام الدولة ومؤامرة كونية ولك الله يا زمالك ومش عارف إيه وجو المظلوميات والبكائيات. لأول مرة في التاريخ إعلامي في قناة محايدة مملوكة للدولة يطلع يهدد لاعب عشان خاطر النادي بتاعه. فتوح ما سكتش، ما فتوح برضو واد حراق، فتوح واد حراق وبيوجع. فتوح راح منزل الصورة دي بعد الصورة بتاعته مع لعيبة النادي الأهلي، راح منزل الصورة دي هو وعمر كمال، قال لك اخويا وصاحبي وحبيبي وكفاءة، ده بعد اقتراب اسم الاتنين من التوقيع للنادي الاهلي والانتقال للنادي الاهلي، ده عمر كمال واحمد فتوح. تخيل بقى لما واحد فيهم يبقى الباك رايت بتاع الاهلي والتاني الباك ليفت، تخيلت؟ دقت؟ حلو صح؟ حاجة جميلة. تخيل بقى حالة الصياح والشياط اللي هتبقى موجودة لدى البعض. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم دايما دايما. سلام.